طبعا هيبقى ليه طلب ونقدر نحققه ومش هنحققه على الاطلاق. بل بالعكس كمان احنا في ساعات حاجات بنتعدى بعض القوانين وبعض اللوائح للقانون برضه، يعني بنوصل القانون بس بن ايه يعني بنشوف ثغرات او طرق نقدر نلتقي بيها عشان نحقق مصلحه لاحد المواطنين وبرضه في حدود القانون. ف يعني احنا حريصين على ذلك، ولا قدر الله في حاله ان اي حاجه ما تتحققش او تنفذش بيبقى ليها سبب قانوني احنا مش قادرين نوصله. يعني مثلا اديكم مثال على كده، في بعض الناس مثلا بوافق لهم على اعانه اجتماعيه، لكن ارجع القانون بتاع الشؤون الاجتماعيه بيقول ان المده ما تقلش عن 6 أشهر مثلا، يبقى ده ما بقاش قادر اعمل مثلا على سبيل المثال يعني. لكن انا شخصيا وكل زملائي في المحافظه اللي هشكرهم موجودين معانا هنا واللي قاعدين هيبقوا قاعدين معايا جوه حريصين جدا بمنتهى الحرص على ان احنا نحقق كل المطالب بنسبه 100% او باقصى قدر ممكن من الاستطاعه. ان شاء الله احنا هنبتدي وهنبتدي بالسيدات الاول، وهنبتدي بالسيدات اللي معاهم اطفال اولا، ثم كبار السن، ثم الشباب، بعد كده نخش على الرجاله، وان شاء الله نخلص بسرعه باذن الله.